في بلدة القاسمية في الغوطة الشرقية بريف دمشق أيضا، وأثناء تمشيطها المنطقة بعد تنظيفها من دنس الإرهابيين، عثرت قواتنا الباسلة على وكر للعصابات الإرهابية المسلحة، وفي داخله معمل للعبوات الناسفة والمعدات العسكرية. نحن الآن في قرية القاسمية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، متواجدون أمام أحد المقرات التي كانت تستخدمها العصابات الإرهابية المسلحة ضد المواطنين المدنيين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. أثناء متابعة تطهير بلدة القاسمية والمزارع المحيطة بها، تم العثور على مقر لواء الإمام الحسين التابع لجبهة النصرة، والعثور بداخله على معدات عسكرية وذاتية كاملة للواء والسيطرة عليه بالكامل. وتم العثور بجانب مقر القيادة على معمل للعبوات الناسفة موجود وجاهز. هنا تعد العبوة ويجبل السماد مع السكر، وتجهز باقي أقسام العبوة لتصبح جاهزة لاستخدامها من قبل الإرهابيين. مراسل الإدارة السياسي في الجيش العربي السوري من بلدة القاسمية.